علي يا علي، قول لي بقى انت يعني ذهب حمزه الى موسكو بقاله كام سنه بيدرس هناك؟ بقاله قد ايه؟ خمس سنين. وانت فضلت بقى، انت فضلت تحت قبضتهم، يعني اولا بحضن ماما، مستفرد بحضن ماما زي ما بنقول، ولكن ايضا بالقواعد والقوانين وتبدو انها ام حاسمه صارمه. هي ام حاسمه صارمه؟ هقول بقى الحقيقه، الكبير ده مجامل، قول الحقيقه انت، خليك معايا خليك معايا. هي صارمه لانه مثل اي ام عادي، بس مو انه تبع الزياده الصارمه. مثلا اذا عملت شيء غلط بدها يعني تخانق امي. ايه نوع الغلط يعني؟ ايه نوع الغلط؟ دراسه برضو؟ ايه معظم الوقت دراسه، ما ذاكرتش الامتحان. ايه بالظبط، جبت نمره مهببه كده يعني. لا اذا ما كنت مذاكر، هلا اذا كنت مذاكر وجبت علامه منيحه ما بتعمل شيء. ما بعرف، انا بكون اجتهدت حالي ما دام ذاكرت. طبعا ايه، بس اذا ما ذاكرت وجبت علامه منيحه ما باكل لست ايام. بتعمل ايه؟ ما بتاكلش ست ايام؟ بحرمه من الاكل. بحرمك من الاكل ست ايام؟ واضح واضح بتجوعك. اه بس واضح ان ماما بتطبخ حلو ولا ما بتطبخش؟ لا قولوا عادي. اوكي، ماما بتطبخ جيلي. تطبخ ايه؟ جيلي وكريم كراميل. جيلي؟ جيلي. اه جيلي. اه جيلي وكريم كراميل. اه وائل بيطبخ. وائل شيف. وائل شيف عالمي. وائل شيف. ايه شيف عالمي. انا بالمقلوب. بالمقلوب وائل يطبخ وماما بتعمل جيلي وكريم كراميل وانا باكل. وانت بتاكل حبيبي بلانا والشيفة. وبيطبخ كمان طباخ. بتطبخ؟ طب وائل بيطبخ ايه؟ مكسيكي. 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 إيه؟ جامد. بيطبخ كل شيء شرقي وغربي. وشيف عالمي جدا يعني. طيب. كتير شاطر بالطبخ. خناقة لا يمكن ان ينساها علي رمضان بينه وبين مامته، او بينه ومامته وباباه، عشان بس شوفي التعابير. اوف اوف. خناقه ولا بدك اكتر من وحده؟ ايه وحده وحده مميزه. وحده, وحدة هم كتير. لا كتير. ابدا. وحده وحازم يا حمزه. حمزه ركز كده عشان هتقول نفس السؤال. ركز يا حبيبي. قول قول يا علي. مره كنت ما انا دارس ابدا، وكان عندي امتحان، امتحان ثامن كان اخر امتحان، ومو دارس اربع ايام. أم أكلت خناقة، أكلت بهدلة ما بنساها عن جد. أنا نسيت والله. طب بتضرب هي ولا ما بتضربش؟ لا لا، عاوز العقوبة منع الأكل. لا لسه ما ضربتني. بيهزر. اوعى تصدقيه. طب العقوبة إيه؟ في جراوندد بتعاقبك إيه؟ ما تمنع المصروف، بتعاقبك إزاي؟ بزعل. ما بزعل، ما بتحكي معي لشي ست أيام. لا لا لا، ساعة ساعتين ما بحكي. أوبا. مجرد إنه أنا أزعل ما أحكي ففي مشكلة بتصير. ما فيني أطلع برا البيت يعني كم يوم. عندكم بلاي ستيشن مثلا ولا حاجه؟ فيش بلاي ستيشن؟ ما بتخليني العب فيه كمان. لا بيلعب ولا بيرد علي، بس هو العقاب يعني او هذا انه انا ازعل.